الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية الواحد حقيقة يعني تقدم الشكر على قبول من التكليف في العمل في هذه المرحلة، وحقيقة للناس تعلم تماما أنه نحن عامل البلد بتمول بمرحلة خاصة وفترة، وفي كثير كفاءات، ونحن حقيقة مع الأخ رئيس الوزراء وبعد تشاور وتمحيص وتقديم في عدد كبير جدا من على كل هذه المجموعة اللي أدت القسم الآن. طبعا في كان نقول في خلط بين حكومة التكنوقراط وحكومة كفاءات، فكثير من الناس اللي توقعوا في أنه تكون حكومة التكنوقراط، لكن نحن نتكلم عن كفاءات ناس قبل كده احنا جربناهم، أداؤهم كان حقيقة مرضي مقنع جدا بالنسبة لنا في بعض الإخوة، حقيقة من خلال مشاورات واسعة من الناس اللي بيعرفوا الموقع المحدد ومتطلباته، فكان الاختيار على هذه المجموعة. ونحن على قناعة إن شاء الله هذه المجموعة تستطيع أن تقود البلاد في هذه المرحلة، وأن تخرج البلاد من الأزمات اللي بتعاني منها الآن، سواء في مجال السلام، وده همنا كلنا الآن أنه نحن نكمل عملية السلام في السودان، لأنه السلام حقيقة هو مفتاح. بعض مواقع المناطق في السودان هي زعزعة للأمن، هي زعزعة للنسيج الاجتماعي، هي استنزاف اقتصادي، هي تعطيل لموارد بشرية ومادية كبيرة جدا بسبب الحرب. فبيجي السلام إن شاء الله على رأس أولويات هذه الحكومة، ونحن يعني كل الآن الدلائل بتشير أنه على الأقل هكون حقيقة دائما على السلام، أو حتى من جانب الطرف الآخر، ونحن بندل على ذلك لما أعلننا وقف إطلاق النار الدائم، وجد ترحيب كبير جدا من الإخوة حملة السلاح في المناطق المختلفة. فنقول أنه يعني نقول السلام قريب إن شاء الله، ونحن أعلننا عام 2019 هو عام إسكات البندقية في السودان إن شاء الله إلى الأبد ونتجاوز. في دارفور الآن الحمد لله يعني نقول أنه في مؤشرات قوية جدا في انضمام لعملية السلام بمجموعات كبيرة جدا، يعني خلال فترة وجيزة جدا إن شاء الله دارفور حتكون آمنة تماما، خاصة المنطقة بتاعت جبل مرة. تجي المسألة الاقتصادية، طبعا هي المسألة اللي حركت الأوضاع فيها. الوزرانا الآن في القطاع الاقتصادي حقيقة مطلوب منهم جهد مضاعف في هذا المجال، حتى أنه إحنا نستفيد من موارد البلاد ونديرها بصورة إن شاء الله راشدة، نستطيع من خلال أنه يعني نتجاوز الأزمة الاقتصادية. في مجال الأزمة السياسية نحن طبعا فاتحين الحوار مع كل القوى السياسية الأخرى اللي رفضت الحوار، وحنتواصل إن شاء الله معها مع القوى الأطراف الأخرى، لأنه في النهاية الهدف هو عايزين نحن استقرار سياسي، استقرار اقتصادي، استقرار أمني المقبلة. طبعا في كثير من القضايا اللي شعرنا أنها محتاجة لجهد وإصلاح، تجي على رأسها الخدمة المدنية. يعني الخدمة المدنية هي أساس العمل، ما في عمل بيتم ولا في برامج بينفذ بدون خدمة مدنية مؤهلة ومنضبطة. فمحتاجين لمراجعة كل القوانين واللوائح اللي بتخص الخدمة المدنية، حتى نضمن فعلا أنه هناك نحن خدمة مدنية مؤهلة ومنضبطة. لأنه إذا بنتكلم عن تخطيط، التخطيط يقوم به الأخوة الفنيين في الخدمة المدنية، التنفيذ في النهاية هو في بيد الخدمة المدنية. هناك كثير جدا من القضايا اللي وجدنا فيها ثغرات كبيرة جدا، زي قانون الهيئات. يعني وجدنا أنه هذه الهيئات بالقانون الحالي يا مولانا أنه حقيقة السلطة الحكومية عليها تكاد تكون إذا ما معدومة نقول ضعيفة. فهي هيئات مهمة جدا، وانضباطها والوجود الوزير وسلطات الوزير المختص
عن الهيئة المختصة بيكون حاجة أساس، لأنه هي مؤسسات حكومية. فنحن في إطار تشكيل الحكومة دي وجدنا كثير جدا من الأشياء اللي نحن محتاجين نراجع، زي ما قلنا قانون الخدمة المدنية، قانون الهيئات، حتى اختيار المسؤولين في قيادات العمل المختلفة في الخدمة المدنية، دي كلها محتاجة لمراجعة، محتاجة لترتيب، وإن شاء الله يعني تكون في نقلة كبيرة جدا. نأكد يكون المهمة هي ما بنقول سهلة لكن ليست مستحيلة، وعلى قناعة أنكم على قدر هذه المسؤولية، وإن شاء الله هذه المجموعة تستطيع أن تقود السودان في المرحلة المقبلة وتحقق استقرار وتطلعات الشعب السوداني في إن شاء الله في أمن وطمأنينة وعيش كريم. نسأل الله لكم التوفيق والقبول إن شاء الله.